إذا المحاضرات السابقة بدأنا نتكلم عن البون، حكينا البون زيه زي أي كونكتيف تيشيو، في عنا بدنا نتذكر المين كومبوننتس لإله، عنا الماتريكس وفي عنا السيلز. المحاضرة السابقة تحدثنا عن الـ different types of the cells in the bone including osteoblasts, osteocytes and osteoclasts. حكينا الـ histological features أو الـ main histological features لكل خلية أو كل نوع من هذه الخلايا بالإضافة للـ main function. اليوم حنحكي هيك شوي بزيادة عن osteoclasts بما إنها بتلعب دور كتير مهم في الـ bone growth and remodeling. برجع بذكركم إنه زي ما حكينا it's a giant cell or it's a very large cell، لأنه الأوريجين لإلها بالأصل هي عبارة عن مجموعة من الخلايا وحصل بيناتهم إيش فيوجن، التحموا مع بعض. بالأصل هي مجموعة من المونوسايتس الموجودة عندي في البون مارو، so it's a type of mononuclear phagocyte system. هي motile cells قادرة على إنها تعمل projections cytoplasmic projections سواء لتقوم بوظيفتها اللي هي الريزوربشن اللي هي عملية إنه تعمل امتصاص أو خلينا نحكي تآكل في البون. طبعا هي لما بتعمل تآكل حتاخده يعني بتعمل له فاجوسايتوسس فبسميها ريزوربشن امتصاص. كمان قادرة على إنها هذه السيتوبلازميك بروجكشنز اللي هي حتتكون بس تعمل اندوسايتوسيس، ممكن تساعدك كمان في الموفمنت عشان هيك هي اتس موتايل سيل. طبعا اذا جينا نحكي شوي هيك عن الريجوليشن للديفلوبمنت او للاكتيفيتيز اوف ذا اوستيوكلاس، اتس اندر ذا كنترول اوف اوستيوبلاست، مسؤول عن تنظيم الاكتيفيتي لإلها والديفلوبمنت هي الاوستيوبلاست. وهتلاحظوا هلا لما بدي احكي عن الاوستيوجينيسيس هي عملية السينثيسيس أو الجروث للبون، تعتمد مينلي على الأوستيوكلاس والأوستيوبلاس وكيف ممكن يكون في بالانس ما بيناتهم، هي عملية الريزوربشن وعملية الجروث أو السينثيسيس أوف ذا بون. فالأوستيوبلاس هي اللي بتوجه أو بتعمل سيكريشن لبعض الفاكتورز اللي ممكن تأثر في الديفلوبمنت وفي الأكتيفيتي للأوستيوكلاس including macrophage colon stimulating factor and receptor activator of a nuclear factor Kb ligand. خلينا نشوف سوا كيف ممكن الاوستيوكلاس تعمل ريزوربشن للبون، كيف الستركتشر لإلها، كيف المورفولوجي لهذه الخلايا والمكونات الموجوده فيها including the enzymes مثلا كيف ممكن تساعد في الريزوربشن للبون. عندي هذا الفيجر، طبعا زي ما انتم ملاحظين هون هذه الصورة بالسم السكانينج الكترون مايكروسكوب توضح لي كيف هون عندي الاوستيوكلاست، لاحظ كيف السيتوبلازميك بروجكشنز طالعة منهم، بتساعدها على الحركة وزي ما حكينا بتساعدها انها تعمل فاجوسايتوسس او اندوسايتوسس. لاحظ هون منطقة اللي هي جرفتها او نحكي المنطقة اللي عملت فيها ريزوربشن زي كأنه عملت خندق مكانها، لانها بتعمل ايش زي التآكل او بتاكل البون في المنطقة اللي بتكون موجودة فيه. كيف مبدأ عملها الأوستيوكلاست بيعتمد على إمكانيتها بإنها تعمل direct contact مع البون ماتريكس بوجود عنا ترانس ممبرين بروتينز اللي هو الانتجرين. الانتجرين احنا عارفين هو عبارة عن ترانس ممبرين بروتينز ممكن يعمل attachment مع السراوندينج أو الاكستراسيلولار ماتريكس أو في هذه الحالة هي البون ماتريكس. فلاحظ هون كيف بتتشكل، ركزوا معي، هاي الأوستيوكلاست اللي هي it's a giant cells تحتوي على multi nuclei. لاحظ ممكن تعمل هون هاي سميها circular sealing zone circular أو سميها circumferential sealing zone زي التصاق أو التحام مع البون matrix في هاي المنطقة، بتحيط في منطقة داخلية السيتوبلازم فيها للأوستيوكلاست بيعمل إيش؟ cytoplasmic projections عشان يزيد the surface area هون بسميه ruffled border. إذا ال circumferential sealing zone بتحيط في ال ruffled border، هذه ال ruffled border هي المسؤولة عن تكوين هون عندي أو لا حتى هي ال sealing zone مسؤولة عن تكوين هون micro environment بتكون specialized في عملية الريزوربشن. ليش بتكون سبيشالايزد في الريزوربشن؟ لانه هون المنطقه هذه او هذه الخليه اللي هي الاوستيوكلاست بتبلش تعمل سيكريشن لانزيمز مهمين في عمليه الديجريديشن للماتريكس انكلودينج
ميتالو او ماتريكس ميتالو بروتيازز انزيمز، مجموعه من الانزيمز تعمل ديجريديشن للكولاجين للبروتيوغلايكانز از برايمري ستيب، وبعد هيك بتعمل له ايش اندوسايتوسز. اندوسايتوسز زي بلعمه وبتاخذها وبتكمل هون بمساعده اللايسوزوم الانزيمز في عمليه او بتنهي الديجريديشن لهي الكومبوننت. بالاضافه لذلك في عندها هون بروتون بامبس، بروتون بامبس تعمل بامبينج للبروتون بهدف انها تقلل من البي اتش. بتكون هون هذه المايكرو انفايرومنت اسيديك انفايرومنت او مايكرو انفايرومنت. اهميه الاسيديتي هون بتساعد في الديسوليوشن اوف هيدروكسي ابيتايت. ديسوليوشن اوف هيدروكسي ابيتايت، متذكرين ايش يعني هيدروكسي ابيتايت؟ هي عملية إنه يكون موجود عندي، لما حكينا عن المينراليزيشن اوف ذا بون، كيف عندي الكالسيوم والفوسفات او الفوسفورس جروبس بيكونوا مع بعض مع الاوستيوكالسين. طبعا في هيدروكسل بتكون هيدريتد، اوكي. فوجود لو بي اتش بتساعد في الديسوليوشن للكالسيوم والفوسفورس وبيعملها دايركت ريليز ان ذا بلاد ستريم، بينزلهم على البلاد او بيعملهم ريليز في البلاد. إذا هاي المين فانكشن أو الميكانيزم أوف ذا فانكشن أوف أوستيوكلاست. بدك تتذكر وجود هاي البروجيكشنز اللي هي الرفل بوردر مع وجود المنطقة اللي بتحيط فيها اللي هي الدايركت كونتاكت أو التايت كونتاكت بين ذا أوستيوكلاست أند ذا بون ماتريكس، اللي هي بسميها سيركمفرنشال سيلينج زون. وكيف عندي بتتكون هون مايكرو انفايرمنت، بيئة هيك خاصة إلها بتساعد في الريزوليوشن من حيث انه في عندي اسيديتي، انزيمز بتساعد في الديجريديشن في السوليوشن اوف هيدروكسي ابيتايت، وبالتالي بيحصل عندي ايش الريزوربشن للبون. طبعا هذا مهم في اثناء الديفلوبمنت او الجروث للبون، الريموديلينج اعاده تشكيل البون، فكثير مهمه. طبعا زي ما حكينا بيكون في بالانس ما بين الريزوربشن والسينثيسيس من قبل الاوستيوبلاست. حدا عنده اي استفسار عن الاوستيوكلاست؟ اوكي، هلا بدنا نحكي عن البريستيوم اند اندوستيوم، مع انه ذكرناه سابقا في هذا الفيجر، بس نحكي شوي معلومات زياده. هون لما حكينا عن الكومبوننتس للبون، هذا الفيجر فيه معلومات كثيره على فكره. في عندنا حكينا البريستيوم والاندوستيوم، متذكرين ايش الفرق بيناتهم؟ اثنينتهم كونكتيف تيشو، ولكن اماكن تواجدهم متذكرين البريستيوم والاندوستيوم؟ هاد بيعمل كفرنج لوين؟ للاكسترنال سيرفيس اوف ذا بون. والاندوستيوم بيعمل كفرنج للانترنال سيرفيس او سميناها الترابيكولا اوف ذا كانسولس بون. الترابيكولا اللي هي حكينا زي بيكون البون من الداخل في الوسط بيكون زي سبونجي، زي في بورز او زي في مسامات. فهذه المسامات او البورز اللي بتواجد فيها البون مارو اللي هو النخاع العظمي، في عندي بتكون بيغطيها او بيغلفها connective tissue it's called endosteum. والبيريستيوم هو الاكسترنال سيرفيس، اوكي. وذكرنا سابقا انه البيريستيوم بيشبه كثير الدنس connective tissue، بانه في عندي two layers له. الاوتر layer it's rich in fibers اللي هو collagen 1. الانر بتكون rich in the cells، وهذه السيلز includes ال osteoprogenitor cells اللي هي including osteoblasts, mesenchymal cells. كمان في عندي bone lining cells بتكون موجودة هنا. لاحظ كمان في عندي هذه الفايبرز اللي هو زي ما حكينا الكولاجين فايبر، بتكون عاملة ايش؟ perforating. perforating يعني بتخترق البون، هي هون عاملة perforating هذه الكولاجين، اوكي. perforating fibers هاد بيزيد من ايش الالتصاق او الالتحام او الكونتاكت ما بين البيريستيوم والبون، اوكي. بالنسبه كمان لاحظ انه زيه زي اي connective tissue البيريستيوم حيحتوي على blood vessels. احنا بنعرف انه البروبر connective tissue او الدنس connective tissue بيكون rich in blood vessels، ففي عندنا هاي blood vessels اللي هي حتزود البون في الداخل بالبلاد سبلاي من خلال انها بتنتشر او بتعمل perforating بتخترق البون. في عندي كانلز او يا كانلز هون، اما بتكون ترانسفيرس كانلز او بتكون perpendicular او بسميها سنترال كانل. السنترال
سنترال كانال اللي هي بتكون زي ما حكينا في منتصف الاستيون، لحتى يتوزع على جميع الاستيونز الموجوده عندي هون، فبيكون في عندي اللي هي الترانسفيرس كانال، او بسموها فولكمانز، اي ثينك فولكمانز كانال كمان. زي ما حكينا كمان عن السنترال كانال، ممكن نسميها هافيرشن كانال او هافيرشن سيستم. اوكي، اذا البريستيوم تحتوي على فايبرز، اهميه الكولاجين فايبرز كيف ما بيساعد في الالتصاق، وجود البلاد سبلاي كيف بيساعد في انه يزود البون من خلال الكانلز الموجوده سواء الافقيه او العموديه الموجوده عندي هون. اتذكر السيلولار لاير اللي هي الانر لاير، بتكون الداخليه beneath the external circumferential lamellae، بتكون بجنبها كثير هون قريبه منها، تحتوي على الاوستيوبروجينيتور سيلز mainly. الاندستيوم بيكون حكينا بيعمل كفرنج للانترنال سيرفيس، بيكون نسبة السيلز فيه أعلى بكتير من نسبة الماتريكس، الماتريكس فيه بتكون قليلة أو نادرة جدا، بيحتوي على السيلز بنفس الطريقة أو نفس الشيء، بيكون في عندي الأستيوبروجينيتور سيلز، أوستيوبلاست، ميزينكايمال سيلز وهكذا. اوكي، اذا هاي بالنسبه للبريستيوم والاندستيوم، ذكرنا كل شيء. اوكي، في عندي هون، بما انه هلا ناقشنا موضوع الاوستيوكلاس واهميتها في الريزوربشن للبون، برجع بكرر لازم يكون في اتزان في عملها وحسب حاجة الجسم. يعني مثلا لاحظتوا انه هي عم تعمل ريزوربشن، حتعمل ريليز للكالسيوم في البادي فلويدز مينلي في البلد، فاذا احتاجنا للكالسيوم حتبلش تعمل ريزوربشن. اوكي، ولكن دايما في بالانس مع الاستيوجينيسيس اللي هي عملية السينثيسيس للبون. هلا في بعض الامراض بتنتج عن انه يحصل ديفكت في الاستيوكلاس، اما تزيد في الريزوربشن او تقل، يكل عملها او وظيفتها، تبطل تعمل ريزوربشن يحصل ديفكت، او يزيد الريزوربشن عندنا، فهذا بيؤدي الى الاوستيوبيتروسيس او الاوستيوبوروسيس. ايش الفرق بين الاوستيوبيتروسيس والاوستيوبوروسيس؟ مر عليكم ايش معناهم بالعربي، اوستيوبيتروسيس واوستيوبوروسيس؟ الاوستيوبيتروسيس معناها العظام يزيد صلابتها. اوكي، بعرفش بالضبط شو المرض معناه بالعربي، بس انه صلابة العظام بتكون كتيرة. اوكي، وهذا ناتج عن انه ديفكت في الاوستيوكلاست، بيكون الاكتيفيتي لإلها قليلة. الاوستيوبوروسيس بيكون عندي زيادة في الريزوربشن، وبالتالي بيؤدي لهشاشة في العظام. بإمكانكم تقرأوا التفاصيل أكثر من البوكسز اللي هنا. اوكي، بون ماتريكس. اذا حكينا هيك عن السيلز، اوستيوبلاس، اوستيوسايتس، اوستيوكلاس، بدك تتذكر كل وحده كيف شكلها، شو وظيفتها. اوستيوكلاس دخلنا بتفاصيل اكثر لانها مهمه في الريزوربشن، الريموديلنج، الجروث للبون. هلا البون ماتريكس زيه زي اي كونكتيف تيشيو، او لا هون في زياده عندي ان اورجانيك ماتيريال بتكون في البون، بيختلف عن الاذر connective tissues بانه بيحتوي على inorganic material. اذا البون ماتريكس في inorganic material وهي بتشكل تقريبا لاحظ 50%، بالاضافه الى الاورجانيك. الاورجانيك زي ما بتعرفوا اللي هي مثلا الكولاجين، في عندي الكولاجين تايب 1، البروتوغلايكان، الجلايكوبروتينز كميتهم قليله مقارنه بالكولاجين. الكولاجين بشكل من الاورجانيك كومبوننت 90%، تخيل، والبقيه هي بروتيوغلايكان، جلايكوبروتين، فوسفاتيز، اوستيوكالسين. اذا متذكرين حكينا بيلعبوا دور في المينراليزيشن اوف ذا بون، وما ننسى انه جزء كبير اللي هو 50% بيحتوي على الان اورجانيك ماتيريال اللي هي مثلا الهيدروكسي ابيتايت. صرنا بنعرف ايش هي الهيدروكسي ابيتايت. الكالسيوم مش بالضروره يكون بس كريستالايز او موجود مع الفوسفات في الهيدروكسي ابيتايت، ممكن يكون نون كريستالاين موجود لوحده، الكالسيوم الفوسفات تكون فري في داخل البون، بالإضافة إلى other ions like magnesium, potassium and sodium مثلا. okay. هلأ هون بس بدي أذكركم بشغلة، لأنه إحنا دايما بنحكي عن إنه الكولاجين type 1 بيكون as a bundle، هو بيعطي strength لل connective tissue الموجود فيه، زي مثلا ال dense connective tissue، ولكن بيضل عندي ال dense connective tissue إذا جيت أشوف مثلا مشكوته صلابته ما بيكون بصلابة البون،
هذا دليل وبأكد لنا على إنه الـ hardness of the bone مش related to the collagen type 1، هي بترجع لوجود الكالسيوم والأيونز. الأيونز والكالسيوم mainly والهيدروكسي أبيتايت هو اللي بيعطي الـ hardness للبون اللي احنا بنشوفه، لأن الكولاجين تايب 1 موجود وبكمية كبيرة في الـ dense connective tissue، ولكن ما بيكون بالصلابة اللي بيكون موجود في البون تيشيو. والدليل كمان إذا بتتذكروا لما حكينا عن كيف لما بدنا نعمل preparation للهيستولوجيكال سامبل اوف ذا بون حتى نشوفها تحت الميكروسكوب او نعمل عليها هيستولوجيكال ستاديز، لازم بداية نحوله لسوفت تيشيو، فبنعمل ايش؟ ديكالسيفيكيشن. ديكالسيفيكيشن نعمل ريموفينج للكالسيوم حتى نحوله لمور سوفت تيشيو. اوكي، فالهاردنس في البون بيرجع لوجود الانورجانيك ماتيريالز mainly الكالسيوم في الماتريكس. اذا هاي بالنسبه للبون ماتريكس، هو بيشبه الكونكتيف، بس بدك تضيف انه في عندي انورجانيك، او تتذكر انه في عندي انورجانيك ماتيريال. اوكي، بالاعتماد على الكروس سيكشن، او خلينا نحكي الجروس اوبزرفيشن اوف ذا كروس سيكشن اوف ذا هيستولوجيكال سامبل او هيستولوجيكال تيشيو اوف ذا بون، ممكن نقسم البون لديفرنت تايبس. كيف شكله تحت الميكروسكوب او ماكروسكوبيكالي؟ في عندي الكومباكت بون، الكانسلس بون، في عندي اللاميلار بون والووفن بون. انا حبلش في هدول اولا لانه هدول التو تايبس موجودين في الكومباكت والكانسلس بون. الكومباكت بون والكانسلس بون، خلينا نتذكر انا وياكم شكل البون عند اللونج بون. اوكي، في عندي منطقة الانتفاخ، هذه شو بنسميها؟ ومنطقة الشافت أو الوسط شو بسميها؟ متذكرين؟ وهيدي المنطقة شو بسميها؟ أوكي، إذا المنطقة هاي بسميها epiphysis وهيدي diaphysis. الepiphysis والdiaphysis، هلا اذا احنا شفنا العظم من الداخل خاصه في منطقه الابيفيسس بنلاحظ سوري سوري بنلاحظ انها بتكون سبونجي، بتكون less dense than the bones in the outer، او اللي هو بيكون يا في الاوتر ريجن. في المنطقه الخارجيه بيكون more thick، بيكون more dense، بيكون أكثف من البون في الداخل، mainly في منطقة الابيفيسز. في منطقة الديافيسز بتكون كميته قليلة جدا، اللي هو بيكون اللي بسميه السبونجي بون، أو اللي هو الكانسولاس بون، أو البوراس بون، أو الترابيكولار بون، اللي هو بيكون زي في مسامات. أوكي، المنطقة هذه بيكون فيها عندي السبونجي بون، اللي هو طبعا بيكون لاحظ بيكون موجود في عندي البون مارو كمان بكمية كبيرة في هاي المنطقة. فهاي الـ inner region of the bones الـ adjacent to the bone marrow زي ما حكينا في الكافيتيز بسميها الكانسولاس بون، بتشكل 20% من البون in our body، بتشكل 20%. اوكي، الـ compact bone هو اللي عادة بيكون موجود زي ما حكيت لك في الـ outer region beneath the peristium. البريستيوم مش بغطي، حكينا بيعمل كفرينج للاوتر سيرفيس، بيكون محاذي او بجانب البريستيوم. هو الكومباكت بون بيكون ثيك، بيكون دنس، تقريبا بشكل 80% من البون الموجود عندنا او البونز ان اور بودي. طبعا هاي الصوره هي دي ماكروسكوبيكالي بيكتشر، بتوضح الكومباكت بون، لاحظ كيف بيكون متراس، وهي الكانسولاس بون واضح كيف بيكون عندي فيه فراغات. اوكي، إذا هاي بالنسبة للكومباكت بون والكانسولاس بون. سواء الكومباكت أو الكانسولاس، البون فيه بترتب بطريقة بيكون organized، بيكون الكولاجين فايبرز parallel بهذا الشكل اللي هي سميناها اللاميلاي. هذه هي اللاميلار بون، يعني سواء الكانسولاس أو الكومباكت بون بيحتوي على اللاميلار بون، يعني البون في هذه الأماكن مرتب بطريقة، في عندي البندلز اوف ذا كولاجين بتكون بارالل ومشكلة هذه السيركولر لاميلاي، سو اتس كولد لاميلار بون، وهذه موجودة في جميع البونز ان اور بودي.
طبعا بسميها الماتشور بون او السكندري بون. ليش بسميها السكندري؟ لانه في اثناء الامبريونيك ديفلوبمنت او الجروينج، اوكي، في عندي البرايمري بون بتشكل بطريقه ما بيكون اورجنايزد بهذه الطريقه، ما بيكون اورجنايزد، بيكون راندوم الارينجمنت للسيلز والكولاجين فايبرز، بسميه الوفن woven bone، يعني في تموجات ما بيكون مرتب، اوكي. وكمان بيكون ايش، حتى نسبة الكالسيوم فيه قليلة، مشان هيك بيكون نسبة الصلابة فيه اقل، اوكي. اذا الwoven bone هو البرايمري primary bone، لانه بيتكون في اثناء الامبريونيك ديفلوبمنت، او بسميه الاماتشور بون. بعد هيك بيحصل ماتشوريشن، بتكون السكندري اللي بيكون في عند الفايبرز والسيلز اورجنايزد ان بارلل او ان لاميلاي شيب، بسميه اللاميلار بون. جميع الكومباكت والكانسلس بونز بيحتووا على اللاميلر بون في مرحلة الأدلت، في مرحلة الأدلت الأدلت بون، أوكي. إذا هي بالنسبة لتقسيم البونز بالاعتماد على الشكل تحت الميكروسكوب أو مايكروسكوبيكالي، كيف ممكن نقسمه حسب الأورجنايزيشن للكولاجين فايبرز للسيلز، كيف إذا ممكن يكون دنس أو ممكن يكون سبونجي، أوكي، وأماكن طبعا تواجده. هذه السينونيمز بعض الأسماء المرادفة لهذه الأسماء. أوكي، الأستيوجينيسيس اللي هي عملية سينثيسيس للبون، وهي مهمة جدا خاصة في مرحلة التطور، يعني خلينا نحكي اليانج أو التشيلدرن، نعرف إنه بيكون في هذه المرحلة النمو للبون بيكون سريع لحتى يوصل للحجم المطلوب او الحجم المحدد. في عندنا تو بروسيسز لعمليه السينثيسز للبون، في الانترا ميمبرينس اوسيفيكيشن وفي الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. انترا ميمبرينس اند اندوكوندرال اوسيفيكيشن. الانترا ميم او هدول التو بروسيسز الاسماء لهم جاي من الميكانيزم اوف ذا سينثيسز، يعني خلينا نشوف كيف بيحصل السينثيسز. في عمليه الانترا ميمبرينس في اثناء الامبريونيك ديفلوبمنت بيكون في عندي اللي هو الميمبرين اوف ذا ميزينكايم، بيكون في عندنا الميزينكايمال سيلز. الميزينكايمال سيلز بتتطور، بيحصل لها ديفرنشيشن، بتعطيني الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست بتبلش تعمل سينثيسز للاوستيون الاوستيويد. الاوستيويد اللي هو بعد هيك بيحصل له مينراليزيشن وبتكون عندي البون، اوكي. اذا الانترا ميمبرينس بتكون من الميمبرين ل الميزينكايم تيشو، في عندي الميزينكايمال سيلز اللي هي هيحصل لها ديفرنشيشن للاوستيوبلاست، وبعد هيك تبلش تنتج الماتريكس ويحصل عندنا الكالسيفيكيشن، وزي ما حكينا عن كيفيه اللي هي تكون الاوستيويد والمينراليزيشن. اذا هاي بالنسبه للانترا ميمبرينوس اوستيوجينيسيس او اللي هي السينثيسيس اوف ذا بون. الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، اندوكوندرال بيكون في عندي بري اكزيستنج اوف ذا هايلين كارتليج، بيكون موجود عندي الهايلين كارتليج، في عندي الكوندروسايت، سو اندر كوندرال اوسيفيكيشن. في الهايلين كارتليج ببلش يهاجمه او يدخل على الخط عندي مين، الاوستيوبلاس، بتبلش تعمل سينثيسز للاوستيويد. اذا الاندر كوندرال اوسيفيكيشن في عندي الهايلين كارتليج، الاوستيوبلاس بتعمل انفيجن في الهايلين كارتليج، بتعمل ايش، اوسيفيكيشن او كالسيفيكيشن، بتكون عندي البون. هاي بين اللي ممكن نلاحظها هلا انا وياكم لما نحكي عن الجروث، حندخل بتفاصيل الميكانيزم اوف ذا جروث اوف ذا بون عند اليانج او التشيلدرن، كيف ممكن نستفيد من وجود او كيف بيكون الهايلين كارتليج، وبعد هيك بيساعد في تكوين او في الجروث للبون، الديفلوبمنت عند جروث البون. او قبل ما نبدا فيها حنحكي هون في برضه تطبيق عندنا اللي هي الاوستيوجينيسيس امبيرفكتا، في عندي بيكون ديفكت في عمليه السينثيسز ناتج عن في بعض الامراض، اللي هو هذا المرض بيكون ديفكت على مستوى الجين في اللي بده ينتج تايب 1 كولاجين، اللي هي بتنتجه طبعا الاوستيوبلاست. فلما بيعطيني مشكله في التايب 1 كولاجين بيؤدي الى انه ينتج لي او بينتج عنه بعض الامراض اللي هي الاوستيوجينيسيس امبيرفكتا، mainly بيكون في بتتصف بالفراجيليتي. البون عند الاشخاص اللي عندهم امبيرفكتا في الاوستيوجينيسيس بيكون عندهم فراجيليتي اوف ذا بون، يعني بيكون البون هيك هش، سريع التكسر. اوكي، خلينا نحكي ونشوف شو اهميه الابيفيسيال بليت في عمليه
the growth and the development of bone mainly عند ال young أو ال children. خلينا أول إشي نتذكر، نرجع نتذكر ال bone، ال long bone، ال structure لإلهم حكينا فيه عنا، ال epiphysis، في عندي الديافيسس اللي هي منطقة الشافت هنا اللي هي الديافيسس، في عندي منطقة ما بين الابيفيسس and diaphysis ايش بسميها؟ متذكرين لما حكينا عن الكارتليج شو سميناها؟ epiphyseal plate. الابيفيسيال بليت اي نوع من الانواع التشو هي؟ هي مش بون. الابيفيسيال بليت ايش هي؟ ايش محتواها؟ لما حكينا هو عن من الكارتلج. يا ديانا، هي عبارة عن الكارتليج، وإذا بدي أحكي بخصوصية أو بدقة أكثر بحكي الهايلين كارتليج. بتكون منه الابيفيسيال بليت، أو الابيفيسيال بليت هي عبارة عن هايلين كارتليج بتكون موجودة ما بين الابيفيسس اند الديافيسس. طبعا هون بيحكي لنا اذا اخذنا صوره الاكس راي هنلاحظ في اللونج بون ما بين الابيفيسز والديافيسز، بالصوره في الاكس راي بتظهر منطقه الابيفيسيال بليت بتكون less dense than these regions، يعني هاي المنطقه لانها بتكون بون، دول منطقتين بيكونوا كثافتهم عاليه جدا في الاكس راي مقارنه في الابيفيسيال بليت بتكون في الاكس راي كانها بتظهر كثافتها اقل. اوكي، وهي المنطقه طبعا هذا كله لونج بونز، هي مكان ما بيحصل عندنا الجروث. خلينا نشوف كيف الابيفيسيال بليت السيلز الموجودة عندي هون بتلعب دور كتير مهم في عملية الجروث للبون. طبعا هي هذه في عندي قسموها بالاعتماد على الهيستولوجيكال فيتشرز لفايف زونز، اوكي، ولكن هي فعليا عبارة عن اوفرلابينج زونز، يعني ما بفصلهم، بيشتغلوا بشكل متداخل، ولكن لحتى نفهمها وندرسها بدنا ندرسهم as a distinct zones، كأنهم منفصلين عن بعض ولكن هم فعليا متداخلين. يعني بدنا ندرس الزونز من منطقة الابيفيسيال للديافيسيس، الابيفيسيس سوري الابيفيسيس للديافيسيس، من هذه المنطقة لهون، يعني الزون اوف ريزيرف كارتليج بتكون عندي هون اول شيء. بس خلينا نكبر الصورة شوي. كثير هيك اوكي، ونزيحها شوي. بنعمل إساحة عشان الصورة ما تيجي فوق بعض هذه وهذه. اوكي شكلها ما يا هذا اللي بدنا اياه. اوكي، اذا في عندي من منطقه الابيفيسز ببلش عندي الزون اوف ريزيرف كارتليج، يعني بيكون بداية عندي الهايلين كارتليج، لاحظ الكوندروسايت الماتريكس، بعد هيك بتدخل الكوندروسايت بصير في rapid proliferation أو division للكوندروسايت لحتى إنها بتتكون as a column، لاحظ كيف متراصة، حتى الماتريكس بتقل كميته من كتر ما في عندي high أو highly proliferative chondrocytes تتكون in the axis بشكل axially اللي هي أو axially بشكل محوري columns. بعد هيك شو بيحصل لهذه الخلايا؟ بحصل لها hypertrophy، بحصل لها swelling، لاحظ هون كيف حاصل لها swelling، طبعا بتبلش تعمل سيكريشن، هي بالعاده بتعمل سيكريشن لكولاجين تايب 2، هون بتبلش تعمل سيكريشن لكولاجين تايب 10، بيساعد في عمليه الكالسيفيكيشن اللي هي الخطوه او الزون اللي بعدها، الزون رقم 4 اللي هي زون اوف كالسيفايد كارتليج، ببلش عندي هون يتكون الهيدروكسي ابيتايد. في الزون اوف اوسيفيكيشن الخلايا الاوستيوبلاست الموجوده في الديافيسس هون بتبلش تعمل انفيجن لمنطقه الزون اوف كالسيفايد كارتليج. طبعا لاحظ في عندي اللاكوناي
بس ما في عندي كوندروسايت، فبلش الاوستيوبلاست تحل محل الكوندروسايت في اللاكوناي الموجودة عندي هون، وتبلش تنتج الماتريكس والكومبوننتس والكولاجين تايب 1، وبيحصل عندي هون اوسيفيكيشن او كالسيفيكيشن، او انه بتبلش يتكون عندي طبقة البون. اذا هيدي زي وصلة هون عندي موجودة، دائما بتسمح بانه يحصل عندي ايش؟ جروث، يحصل جروث او نمو للبون. اذا نتذكر في عندي 5 different zones، ولكن هني دائما في عندي overlapping، فقط ندرسهم هون من جهة، بنفصلهم من جهة الهيستولوجيكال فيتشرز لحتى نفهم كيف بيحصل عندي الجروث او الديفلوبمنت للبون. في عندي الزون اوف ريزيرفد كارتليج، تيبيكالي بيكون عندي هايلين كارتليج، بروليفريتيف سيلز، سوولينج اوف ذا سيلز، بعدين بعد هيك بيحصل كالسيفيكيشن، هيدروكسي ابيتايت فورميشن، ومن ثم الفايبروبلاست تدخل عندي على الخط وتبلش تنتج كولاجين 1 والماتريكس اللي بنحتاجهم في تكوين البون. اوكي، اذا هاي الزونز المهمه نتذكرها في بتحصل في الابيفيسيال بليتس، بتلعب دور في الجروث لللونج بونز. للأسف ما في بالإمكانية أتنقل ما بين السلايدز، ما بعرف شو اللي صار. اوكي، بنحكي هلا عن الريموديلينج، بون ريموديلينج اللي هي عمليه الريموديلينج، اعاده تشكيل او الاوستيوجينيسيس او البون جروث، كلها بتندرج تحت نفس المفهوم. هنلاحظ انه دائما لازم يكون عندي في بالانس ما بين الاوستيوكلاست اكتيفيتيز اند ذا اوستيوبلاست، في انها يحصل عندنا ريزوربشن اند سينثيسيس. طبعا حتلاحظوا انه هذا مهم جدا، خاصه في مرحله الجروث اللي عند اليانج. فمثلا البون الريت اوف بون تيرن اوفر اللي هي عمليه السينثيسيس بتكون اعلى بكثير عند الشيلدرن من الادلت، تقريبا في بتكون اسرع بشي 200 مره. فبيكون عندنا عمليه مثلا السينثيسيس اعلى بكثير من عمليه الريزوربشن لحتى تؤدي للجروث اوف ذا بون. اخر موضوع حنحكيه اللي هي بالنسبة للجوينتس. الجوينتس ايش يعني الجوينتس؟ هي مكان اتصال البون مع او البونز مع بعض، الانس اوف ذا تو بونز بتصلوا مع بعض. وعادة في بيكون عندي هون كونكتيف تيشو ساعد بيعمل كابينج او هولدينج لمنطقة الجوينتس. بالاعتماد على الحركة وعلى نوع الكونكتيف تيشو الموجود هون، واللي بيؤدي لانه يكون عندي الحركه فري او تكون ليميتد او نو موفمنت، يقسم الجوينتس الى تو تايبس اللي هي السينارثروسيس، او في عندي الاذر تايب اللي هو الدياثروسيس. ما بعرف مدى انه اخذتوا هذه الاشياء في الاناتومي عندكم. الدياثروسيس بتكون الموفمنت تقريبا فري. ممكن نتذكر بعض الأمثلة على الديارتروسس؟ شو عندنا مفاصل بتتحرك فيها الحركة نوعا ما نحكي free movement؟ الإلبو جوينت أو الني، منطقة الركبة أو منطقة الكوع نوعا ما الحركة فيها free. السيناركروسس، مين بتذكر أمثلة على السيناركروسس اللي هي بتكون الحركة نوعا ما محددة أو ما في عندي حركة في هذه المناطق أو في هذه المفاصل؟ Sutures of the cranial bone أو السكال اللي هي الجمجمة، في عنا السيوتشرز بتكون نوعا ما في عندي حركة، no movement.
السينار بروسيس كمان ممكن تقسم إلى أقسام بالاعتماد على الكونكتيف تيشو اللي بوصل البونز مع بعض. في عنا 3 or 4 I think 3 types اللي هم إذا السينار بروسيس اللي هي حركتهم بتكون limited أو no movement، ممكن أقسمهم ل سينوستوسيس، سيندسموسيس أو سيمفيسيس. سينوستوسيس اللي هي مثال عليها زي ما حكيت في السكال بونز، ما في عندي حركة، وتقريبا هون البونز ما في بيناتهم أي نوع من أنواع الـ other tissues، بيكون البونز linked directly to the other bones. السيندسموسيس اللي هي عندي بتربط البونز مع بعض مع وجود الـ dense connective tissue، بيكون بيربط مكان التقاء البونز مع بعض في dense connective tissue، مثال عليها الـ inferior tibiofibular joint and the posterior region of the sacroiliac joints. عشان تتذكروا هاي الأماكن، في عندي صورة هون، هاي التبيوفيبولار ليجمنت أو اللي هي الجوينتس كان ارتباطها، في عندي دنس كونكتيف تيشيو، لاحظ دنس كونكتيف تيشيو بيربط الجوينتس مع بعض، طبعا زي ما حكينا نو موفمنت بتكون في المنطقة. في عندي كمان هاي الساكروسيلياك ساكروإلياك سوري جوينت موجودة في هاي المنطقة، برضو بيكون في عندي دنس كونكتيف تيشيو موجود هون. السيمفيسز بيكون عندي هون ممكن نحكي ليميتد موفمنت، عشان نتذكرها وناخذ مثال الانترفيرتبرال ديسك بيكون موجود ما بين الفيرتبرال بونز. في عندي مثلا هاي عظام العمود الفقري بيكون موجود بيناتهم الانترفيرتبرال ديسك، اللي هو متذكرين شو نوع الكارتليج؟ الفايبرو كارتليج. اوكي، بيكون نفس البونز اللي هي حيفصل بيناتهم، هذه بتكون lined with high مش هيدا لون شوي كثير، بتكون covered with a thin layer of hyaline cartilage، هيدي العظمة وهيدي العظمة. اوكي، مش كثير دقيقة الرسمة بس اتس اوكي. اذا العمود الفقري العظام هون مكان التقائها هذه المنطقة، فيه بيكون النوع الكونكتيف تيشو اللي بربطهم الفايبرو كارتليج، بالاضافة الى الارتيكولار كارتليج اللي هي بيعمل covering أو thin layer تعمل covering لل ends of the bones. اوكي، هون نوعا ما ممكن العمود الفقري عندنا شوي حركة بسيطة. اوكي، فهاي أنواع السينار بروسيس بالاعتماد على نوع الكونكتيف تيشو إذا كان موجود أو مش موجود زي هون. اوكي، في جميع الحالات بتكون الحركة بسيطة جدا إذا وجدت. إذا هاي بالنسبة كمان للدي أرثروسيس اللي هي حكيناها بتسمح نوعا ما لحركة أوسع، ومثال عليها الالبو اني جوينتس. اوكي، بهيك بنكون انهينا البون، اذا في حدا عنده اي استفسار.